تحس الكلام كله او التصريحات كلها يعني فيها عزيمه كده، اللعيبه بتتكلم اللي هو احنا اهم حاجه ان انتوا تبقوا واثقين فينا، وده حصل وقد كان فعلا على الارض. تورجم ده يعني شيء اكيد يشرفنا كلنا، فبجد كل التوفيق في اللي جاي. بس انا تاني هقولها، احنا يمكن قلنا الكلام ده هنا يا كريم، احنا ما كانش عندنا اي شك، احنا قلنا ان شاء الله ان احنا ممكن جدا نفوز حتى لو التحديات كانت كبيره جدا. انت برضو ترجع وتقول في الاول انت واثق في اي لاعب بينتمي اسمه في النادي الاهلي سواء ناشئ او غيره، ما فيش اي مشكله. على فكره الناشئين دول طلعوا نجوم كبيره جدا على مدار الاجيال السابقه طبعا. فيعني ما فيهاش اي مشكله، مش حاجه تخوفنا ومش حاجه مقلقه كانت ابدا، بس هي كانت الظروف ربما على بعض لما تيجي تحسبها زي ما انا قلت بالورقه والقلم، لا كانت ظروف غير مسبوقه او غريبه، لكن قدرنا الحمد لله ان احنا نعدي ده بسهوله كمان. انا ما اقدرش اغلط اللي يقلق برضه، لا ما قلناش حاجه طبعا، انت رايحه بحوالي 70% من قوتك الضاربه مش موجوده. صحيح، فاهمه ازاي؟ فحتى يعني هو قلق مشروع، وده طبعا نابع من اكيد من محبه ومن خوف وقلق على النادي الاهلي، ولكن احنا عن نفسنا ما بنقولش دايما غير ان الاهلي بمن حضر، والثقه اللي اللعيبه طلبتها من الجماهير، يعني الاثنين حصلوا، الجماهير منحت اللعيبه الثقه واللعيبه كمان منحتها اليقين بان الثقه دي كانت في محلها. بالظبط، اقلق بس ما تعكسش ده للعيبه، هو ده اللي احنا عملناه. ممكن نكون جوانا قلقانين بس ما نقدرش ان احنا نصدر ده للعيبه، هم كانوا محتاجين دعم ولقوا الدعم، فاعتقد كلنا فزنا يعني. طبعًا. ده طبعًا. ده فعلا طبعًا. كلنا فيه قدرنا ان احنا نحقق فيه يعني نجاح. خلينا نتابع